كل ما قالوا أنا ذيك هاي في كل حياتي. أنا أصلاً آخر واحدة أتوقع إني أشترين درون عندي شخص بسولف على قد الحال، بس يلا مشي كيس الطيافة. سلم عليكم إن وين أمبك نشك. رجعت لكم من الصباح سوي ميك اب لاني طفشانه. قبل يومين قاعده اقول لصاحبتي يا ما حقول اسمها، بقول يا صاحبتي قومي سوي معاي مكياج، فيني كذا ذاك الشعور اللي ابغى اسوي مكياج وقتها. انا صراحه لين دحين عندي اختبارات، بس انا اليوم غايبه عشان ما عندي اختبار. حرفيا كل ما اقول لواحد من صاحباتي ان انا بقوم اسوي مكياج دحين يقولوا انت كيف فايقه تقومي يا اخي، مره ناس سلبيه، طاقه سلبيه. المهم انه اليوم يوم الاثنين والابلة أجلت الاختبار، مو أجلت يعني خلاص، اختبار اختبرناه الأسبوع اللي راح، واختبار بكرة حق الثلوث أجلت للأسبوع الجاي. شيك على الجوال. فأنا قررت اليوم إني صراحة أسوي ميك اب. في ميك اب شفته مرة عجبني، أنا ما أعرف ليش دائما تعجبني الألوان اللي الميك اب اللي يكون أزرق وموفي، يعني دوبي ألاحظ إني قاعدة أسوي نفس الميك اب، بس في فكرة هوريكم إياها الحين. شوفوا كيف أبغى. او ماي جاد بنات، تخيلوا ما يصير زيه، ما يضحك. ترى انا في نص الميك اب استوعبت، قلت ما صورت للناس. بنات احسن شيء سويته في حياتي نشرت هذا البلت من جد. ليش اشتري من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا؟ خلاص كل شيء هنا بنات. شوفوا كونسيلر بلشر كل شيء. شوف الفيديو هذا حيكون سوالف، يعني اللي ما يحب السوالف يتوكل. تخرج والله انا ابغى اتكلم اليوم وشوي بنسوي ماتشا ونجلس نسولف، وفي العصر بنروح السينما. بس ما حصل لكم السينما اتوقع، والله ما ادري يعني. بس شوفوا، شفت انا اول طريقه بالكونسيلر بهذا البلت، اهم شيء اني بهذا البلت. دقيقه بس الاجراءات عندي مهمه. فين راحت؟ توقف بينترست، خلينا نشوف. استنى عندي هنا اللابتوب، شوفوا. يو وين لقيت بنات. شوفوا اسوي لكم، الجوال مو راضي يصور للناس. هذا عندنا هذا، طيب بس ليش وجهي قريب مره. هي مسويه خطوات، بحط لكم الصوره اللي عندهم، يعني اللي يبغى يسوي اوكي. الهالات قصدي، الخالات مين؟ دقيقة بس الإجراءات. خلاص اسكتي، يلا الحين نبدأ نسوي. نسيت الخطوات ايش؟ ايوه نحط هذا وهذا، اوكي. نحط هذا تحت العين. ما قد جربت اسويها اني احط هذا الكونسيلر تحت العين. هو صح نحط باليد؟ او ماي جاد، افتح مني. بنات افتح مني، هل هي متأكدة؟ لو صارت من جد انا بعتمد خلاص البلت هذا، بعتمده في كل حياتي. طيب بعدين ناخذ اللون اللي تحت نحطه كذا، نفتح فيه. الحين ايش شعوركم وانتوا تتابعوني؟ من جد ايش تحسوا يعني؟ تحسوني كأي وحدة كذا تصور خلاص، ولا تحسوني يعني كذا علاقة قوية؟ والله ما ادري، انا احس انه يعني انا اعتبركم علاقة قوية. ذكرت يوم الخميس عندي اختبار حاسب جدا قوي، وحاسوي عليه بحث كمان. انا احب الابله صراحه، بس يعني ليش والله ما في مالي حق. دقيقه بس الاجراءات. سيره بدون ما اقول انا سيره، قاعد اتفرج تيك توك، نسيت اني بسوي ميك اب. الله يجعلك دائم سعيد يا مشاعر. ما قلت سعيده، سيله. يلا نسوي مكياج. الحين ندمج وش نسوي؟ قص كيوت بلندر. لا خلينا نسوي اول شيء الاي شادو، نحط الشباصات. جايز نو، افضل اي شادو بدون ما هو ضمير. دحين الساعة 10:42 والناس مدومين في المدرسة. بشبي فاترابي انا بس البيوتي بلندر حقتي مختفية، وش الحل؟ وش الحل؟ تبقى ايه؟ قالي ما بدلك.
سعودي ربا لقيت قلم. درون عندي شخصيات كثير فخلص افضل اني ما اظهرها كلها عشان ما حد ينصدم. والله من جد انتو مع او ضد تعدد الشخصيات؟ انا مع صراحة، لانه في كل شخصية يعني عادي نقدر نشكل نغير. يعني احس طفش مرة لبس شخصية واحدة، مو دحين يجوني ذلك الناس اللي انعدام الشخصية وهذا، لا ما له صلاح. انا عندي شخصية اقدر اتحكم فيها، بطلعها دحين ولا اطلعها بعدين ولا اطلعها بعد ما خلاص الشخص يكون ميانة. والله انا اطلع شخصيتي حتى بدون الميانة، ما نعرف ليش. لا من جد يعني بعيدا عن الشخصنة، اي شخص مشخصن في الحياة ممكن يعني يسوي سكيب. ذكرت اني شخصن شوي. لا من جد، واسوأ شيء كمان هذولاك الناس اللي جالسين على الدق كده، جالسين مسنترين استنوك تغلط عشان على طول. انا احس يعني اذا كانت العلاقة ماشية زي ما يقولوا يعني خلاص مرة الميانة، خلاص لا تزعل. يعني انت كنت تغلط استحمل. انا ليش جالسة اتكلم؟ ما انا عارفة جالسة اتكلم عن ايش. احس اني قاعدة ادقدق ناس، بس انا ما قاعدة ادقدق احد. تقصدي ايش تقصدي؟ بشغل اغاني والله احسن. والله يحب يسولف لكنه ما يعيش. قدك ولا مثلك. طيب حطيت كونسيلر دحين بأي شادو أبيض كذا أثبت عشان الأي شادو ما يصير كساء. في يلا نتكلم عن الأشياء اللي تقهرنا. إيش الأشياء اللي تقهركم؟ يعني عادي أكتبوا في الكومنت نصير نتكلم كذا كلنا سوا. إيش الأشياء تقهركم؟ أنا أول شيء يقهروني حقين الكومنتات، فعلا يمشي على أول كومنت. أنا مع الكلمة هذه يمشي على أول كومنت. ورب الكعبة لو شفتوا مقطع يعني قبل ما ادخل كومنت انا عندي راي ثاني. طيب ادخل الاقي كلهم ماشيين على نفس الكلمه، نفس الكلمه كذا كلهم. ولو يبغى يصير مختلف يجيبها كذا بلفه كذا من ورا تريلات، بس كلنا نعرف انه يقلد حرفيا. وما احب الناس اللي يقلدوا مره. ما اقول الناس اللي يسووا شيء يعني ومعترفين انه يعني انا مثلا سويت هذا الشيء عشان انا احب هذا الشخص عشان كذا كذا كذا، بس اللي نسخ لصق وانكر انه هذا من نفس الشخص لا. يعني اكره الرد المتاخر، ما احب اللي يرد متاخر. يمكن انا احيانا ارد متاخر، بس والله يعني من لو اجي ابرر يعني انا اكون من جد وقتها يعني يا اني انشغلت ومع اي احد. بس انا اكره الناس اللي يردوا متاخر ورد خايس، ولا ما يردوا بس شوفوا لا يفتحوا. يعني والله مره يقهرين الوضع يعني. وعلى شيء مهم، مو على شيء تافه واقول اه ليه ما يرد علي الشخص هذا، لا على شيء مهم. أما إذا على شيء مو مهم يعني أنا أستاهل صراحة. وحرانة شكلي بفتح المكيف خليكم تسمع الصوت كذا فرر طيارة. أحبك يا ويلي. أبغى أروح الدرة. والله أبغى أروح الدرة مرة. سنة بقى وأحطكم عند اللابتوب عشان تشوفوا الشكل معاي. شفت ذاك اللي أحبه أخذ كل الحلاوة والزين كله. اسمع أبغى أشوف تيتوريال في تيك توك، أحس إني انحشرت ماني عارفة كيف أسوي. يعني جاتني لحظة إدراك اللي إيش هذا كيف كذا. هنشوف. أنا أتوقع في وحدة سوت تيتوريال، يا رب إنها سوت بالخطوات يا رب. شو بسرعة. اوه سهل، بس سويت خط كذا في البداية هنا ومن هنا سويت اعلانة. اوكي لعبتي عندي. لابتوب راح يطيح. البلت 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 البلت. ممكن دقيقة بالله قص دقيقة اشياء هنا. اوكي اول شيء ابغى اسوي بالبني عشان ابغى اسوي بالبني عشان كذا نجرب ونشوف اذا ضبط نكمل. اوكي احس ايوه يجي منه. تشوفوا في
الهم وزاد الشوق فينا. أنا دبي أستوعب ليش مسوية بيس وهذه الأشياء وأنا ماني رايحة مكان، الحين جالسة في البيت. يعني ليت اللي سويته في العيد. أنا في العيد كنت مخططة أسوي لوكات وأشياء وكذا، يعني كذا أسوي أشطح في النهاية بنات، ورب الكعبة يشد بني وجليتر ومسكرة ويلا، ولو مرة أبغى أفجر أمه أحط رموش ومحدد بني وراج بس أشغل أغنية. أفضل أفضل من السؤال. وحمد الله جابك حمد الله يا جنونة يا جنونة. الكاميرا خايس، الجوال تصوير خايس صراحة. احكي بهمسك حبيبي احرجوني في سؤالي ولا نكون اكوان. اوه ماي جاد نسيت صاحبتي، دقيقه صاحبتي كانت ترسل لي. عندي مسؤوليات انا والله مسؤوليات. قل لك اصحي اصحي، تقول بروح انام. بنات ما ترد علي، بنت ربي لو ما تقومي لا فجر بيت ايش جا خلاص. ايش ما ابغى اسوي كل ما قالوا لي ايش جا قول العرب نوحي. سؤال المناقشه، انت هل انتم مع او ضد انه الكاميرا تغير الشخص؟ كاميرا الجوال حرفيا ورب تغير الشخص. يعني احس انا مره شكلي احلى في الواقع، ما اسوي نفسي اني امدح يعني اني، بس والله من جد شكلي في الواقع مره احسن. ليش مرخيه ظهري؟ انا مره عندي تقوس ظهري قوي جدا، بمسح مكياج والله طفشت خلاص. في حياتي وانت في الماضي ويا ما درت الدنيا عجب. وجهي زيت من كثرة الحرارة. ترايح لك تكتب يقول انت ما تفرح افرح لك حسبي الله نعم الوكيل. بموت بنات حسبي الله نعم الوكيل. صارت ازق فو كيف كذا استحي اوريكم. واحد اثنين ثلاث شوفوا، ترى المكياج حلو بس الجوال ما يخليه حلو. المهم شوفوا جايز والله العظيم انه كشوخي، واللي ما يتفق راح اجي اضربه بالفرشه، بالفرشه راح اضرب الحبوب باين بس اوكي ما غطينا زي الناس. يو وين حطيكم عند الاضاءه عشان تشوفوا، هذا مو راضي يلصق حسبي الله يعني الوكيل. شوفوا انا صراحه عجبني المكياج، والله عجبني المكياج. في مريومه ورا حط الطاقية عشان ما حد يشوف. كذا خلصنا فيديو اليوم بنات والله العظيم، يعني ان انا ما حطيت جلوس زينا صح، بس انه نحط. شوفوا دمجت البيس والاشياء مرة حلو ترى، بس مو راضي يبان. المهم ان انا فرحانة انه ضبط، مو لازم يبان في الجوال حلو، المهم شوف الحقيقة انه حلو والله حلو مرة، يعني شوية كأني كلاون شوية. يلا مع السلامة، والله اني احبكم مرة مرة احبكم. بس يلا سووا لايك سبسكرايب عشان يعني اكثر لكم فيديو سوالف، لو ما سويتوا كذا عارف انه انا تبون طرد محترم طرد محترم.